الحكم عنده هوبز ثلاثة أشكال: الملكية والأرستقراطية والديمقراطية. هو أعطى ثلاث نماذج للحكم. الملكية الحكم الملكي، يعني الملك يورث الحكم لمين؟ لأخوه أو ابنه، ولي العهد بسموه، مثل بالسعودية أو المملكة الأردنية الهاشمية أو المملكة المغربية. في عنا نحن في الدول العربية في عنا حكم ملكي. حكم الملكي هو متوارث من الآباء إلى الأبناء، نفس العائلة، هذا اسمه حكم ملكي. أما الحكم الأرستقراطي اللي تكلمنا عنه وعرفناه سابقا، هو حكم في فئة قليلة لها ميزات تتميز بها عن سائر المجتمعات. قد تكون فئة الأطباء أو فئة المهندسين أو فئة التجار أو فئة رجال الدين. فإذا هي حصرا هل حكم بده يكون بيد هالفئة، مو شرط أن يكونوا كلهم أقرباء أو من عائلة واحدة الأرستقراطية، إنما من نخبة من المجتمع. الديمقراطية هي حكم الشعب نفسه بنفسه، يعني حكم للشعب، والشعب بيختار ممثلين هن بيختاروا قائد. لكن هوبز ساند، قال كان يساند أي شكل من أشكال الحكم المطلق، يعني الحكم اللي بده يكون بيد الملك، يعني الملك هو له صلاحيات كاملة. فهو صح أعطى ثلاث أشكال للحكم، تكلم عن الملكية والأرستقراطية والديمقراطية، لكنه فضل الحكم اللي بيكون بيد ملك. مين اللي بيكون صاحب الحكم المطلق هون بين هالأشكال الثلاثة يا ترى؟ يلا نشوف مين بيتوقع أنه بده يكون الحكم بيد مين هون اللي بيستبد بالحكم من هالأشكال الأرستقراطية إلى الديمقراطية إلى الملكية؟ إلاف يوسف الملكي. أحسنت يا إلاف. حقيقة إذن يرى هوبز أن الحكم الملكي هو أفضل أشكال الحكم. لذلك إذا نحن استنتجنا من هالكلام أنه يفضل الحكم الملكي. لماذا؟ علل ذلك. قال لأنه الوسيلة الأفضل لتحقيق السلام والأمان اللذين يمثلان أساس العقد الاجتماعي. فهو رأى أن الحكم الملكي أفضل أشكال الحكم، قال لأنه الوسيلة الأفضل لتحقيق الأمان والسلام المثلان أساس العقد الاجتماعي. إذا بتذكروا نحن أساس العقد شو هو؟ الحفاظ على الأمان. الحكم الملكي أفضل وسيلة لتحقيق الأمان والسلام اللذان يمثلان أساس العقد الاجتماعي. تكون قرارات الملك أكثر رسوخا في الحكم الملكي. لاحظوا شو السبب كمان هو في التعليم. قال لأنها تصدر عن إرادة شخص واحد وليس عن إرادات مختلفة ومتباينة تؤدي إلى استمرار الحروب والنزاعات التي ليست من مصلحة الجماعة. أحيانا بيكون الملك خلاص بيعرف أنه أنا ملك، أنا مسؤول عن هالبلد، طالع قرار ما حد بيعارضنا فيه، برتقي أنه هيك لازم نشتغل، ما حدا بيعارضه. فإذا هو شو قال؟ قال أنه قرارات الملك تكون أكثر رسوخا، يعني أكثر رسوخا يعني أكثر ثباتا، راسخة في الأرض ثبت بها. قال لأنها تصدر عن إرادة شخص واحد. إذا نحن ما نجتمع لحل قضية معينة من كل عائلة، مثلا إحنا قلنا في مشكلة في قرية معينة أو في حي معين، ما نجتمع نحن إذا قلنا في الحي هذا في عنا شباب عم يركبوا ميتورات دراجات نارية وعم بيصيروا بيسرعوا فيها وبيصيروا بيقمزوها لفوق، فاجتمعوا كبار الحي لحل المشكلة. بيقدروا بيتفقوا على حل؟ ما بيتفقوا. بينما إذا كان زعيم هالحي واحد بيقولوا خلاص ممنوع سواقة الميتورات للأطفال اللي عمره تحت 20 سنة، خلاص حل المشكلة. هيك رأيي هوبز. إذن هاي أهم أشكال الحكم عند هوبز. إذا أجى سؤال تكلم عن أشكال الحكم عند هوبز، فإذا بدنا نجاوب على 4 أفكار. أما إذا أجانا يتخذ الحكم عند هوبز 3 أشكال هي الملكية الأرستقراطية الديمقراطية، ممكن يحطوا لكم واحدة فراغ، الملكية أو الأرستقراطية أو الديمقراطية. دققوا معي. بيجي السؤال على الشكل التالي، إما سؤال رئيسي تكلم عن أشكال الحكم عندهم، أو حدد معنى الحكم المطلق عندهم. بالأسئلة التقويمية مكتوب على الشكل التالي، حدد معنى الحكم المطلق عندهم، سنراه لاحقا.
مقصود فيه هي أشكال الحكم. أحيانا بيجي السؤال مثلا ليست من أشكال الحكم عندهم الملكية الأرستقراطية الديمقراطية الجمهورية، أشهر الجواب؟ يلا نشوف السريع. رقية عماد، شو الجواب يا رقية؟ على السريع يا رقية. رقية شو الجواب الصحيح إذا جاء اختيار متعدد؟ سرعة شوي. نديمة إبراهيم تفضلي. الجمهوري. الجمهوري صحيح. إذا لك لاحظوا معي، ممكن يجي سؤال رئيسي عليه أربع درجات، ممكن يجي اختيار متعدد، ممكن يجي فراغات، ممكن يتخذ الحكم عندهم ثلاثة أشكال: الملكية، الديمقراطية، الجمهورية. ممكن يضيفوا لكم واحدة أو يحذفوا لكم واحدة يضيفوا واحدة، فإذا هو نحن بده يكون نفس الموجود في الكتاب. أحيانا وإجا في عدة دورات التعليل التالي، يقول يرى هوبز أن الحكم الملكي هو أفضل أشكال الحكم على ذلك. إجا في عدة دورات. أحيانا ممكن يجي سؤال يرى هوبز أن الحكم الملكي ليس أو رفض هوبز أن يكون الحكم الملكي أفضل أشكال الحكم، أو لم يساند هوبز أي شكل من أشكال الحكم مطلق. فإذا نحن بنحفظه بحرفيته بدقيته من أجل أنه ما نقع في أخطاء مستقبلا في القاعات الامتحانية، تكون قرارة الملك أكثر رسوخا. أيضا هم في تعليل كتير حلو كتير. هاب السؤال الآن، يرى هوبز أن الحكم الملكي أفضل أشكال الحكم يا ميساء خالد؟ تفضل يا ميساء. يرى هوبز أن الحكم الملكي أفضل أشكال الحكم لأنه الوسيلة الأفضل لتحقيق الأمان والسلام، وهما أساس العقد الاجتماعي. أحسنت يا ميساء، ما شاء الله، جواب كتير حلو. لأنه الوسيلة الأفضل لتحقيق السلام والأمان اللذان يمثلان أساس العقد الاجتماعي. تكون قرارات الملك، بدي أيادة جديدة، رح شوف أيادة جديدة، تكون قرارات الملك أكثر رسوخا في الحكم الملكي علل ذلك. ما شاء الله، يعني حقيقة يعني تفاعل كتير حلو ممتاز، يعني تفاعل رائع جدا. هدى جمعة تفضل يا هدى. تكون قرارات الملك أكثر قوة ورسوخا لأنها تصدر عن إرادة ورغبة شخص واحد وليس عن إرادات ورغبات مختلفة ومتباينة، مما يؤدي إلى استمرار الحروب والنزاعات التي ليست من مصلحة الجماعة. أحسنت، شكرا لك، شكرا جزيلا يا هدى. إذا لأنها تصدر عن إرادة شخص واحد وليس عن إرادات مختلفة متباينة تؤدي إلى استمرار الحروب والنزاعات التي ليست مصلحة الجماعة. السؤال الآن، كيف يحقق الحاكم الرعية الأمن والسلام داخليا وخارجيا؟ بتول محمد علي تفضل يا بتول. قمر خالد تفضل يا قمر. يجب أن يحقق الحاكم لهم الأمان والسلام على مستويين، داخليا يجب على الحاكم أن يقمع كل محاولة للخروج عن القانون، وخارجيا يجب على الحاكم أن يحمي الرعية من أي غزو خارجي سيجور حربا فيلحق بهم العذاب والويلات. أحسنت، شكرا لك. إذن واضح ما تتكلم زميلتكم القمر، الله يعطيك العافية. إذن داخليا وخارجيا، داخليا يقمع كل محاولة خروج على القانون، وخارجيا يجب على الحاكم أن يحمي الرعية من أي غزو خارجي. على قول الله، أنا سأل سؤال، دققوا معي، أنا ما بدي أتكلم عن كل أشكال الحكم عندهم، اذكر الأشكال الثلاثة، يعني بدي أذكر بس فقط الأشكال الثلاثة، غير سؤال إذا تكلم أو تحدث. نحن قلنا سابقا مادة الفلسفة بالنسبة للأسئلة الرئيسية فقط إذا كتبنا عدد من عدد، أما بقية المصطلحات وضح بين فسر حدد كلها شرح، كلها شرح باستثناء كلمة عدد. هلأ أنا هون كاتب أذكر الأشكال الثلاثة، يعني بدك تذكر فقط الأشكال الثلاثة. مين بيذكر لي هون؟ تفضل جاوب، تفضل يا بتون. أذكر الأشكال الثلاثة للحكم التي ذكرها هوبز، هي الملكية والاستقراطية والديمقراطية. أحسنت، شكرا لك يا بتول، شكرا، جواب صحيح. إذن الملكي والأرستقراطي والديمقراطي. لماذا فضل هوبز الحكم الملكي؟ لماذا فضل هوبز الحكم الملكي؟ نديم
لأنه الوسيلة الأفضل لتحقيق السلام والأمان اللذان يمثلان أساس العقد الاجتماعي. أحسنت، شكرا لك، ما شاء الله. إذن لأن الوسيلة الأفضل لتحقيق الأمان والسلام، خلاصة هذا الكلام، نحن تكلمنا عن طبيعة النظام السياسي عند هوبز، أيضا تكلمنا عن نظرية العقد السياسي عند هوبز وعن أشكال الحكم عند هوبز.